المجد للأمير المعظم هناك. ما وراك؟ معي رسالة من شقيقكم الخاقان من كوخان. ألم تخلط في الأسماء؟ الخاقان هو عمي قفطاي. لقد صعدت روحه إلى جوار روح المخلد دائما جنكيز خان، وانتخب مجلس الكورتلاي شقيقك الأمير من كوخان خاقانا للتتر، ومعي لكم منه رسالة. ويح هذا القرطلاي، ويح الناخب والمنتخب. يانغونوين، اقرأ أنت هذه الرسالة. لقد وعدني جدي مؤسس هذه الدولة بأني سأكون خاقانا أعظم، ثم يجيء من يجيء ليجلس هو وليس أنا على مقعد الخاقانية. أنا هولاكو الذي ربيت منذ مقتل والدي على أني وريث هذا المجد التتري والمنوط بالمحافظة عليه. أنا هولاكو الذي مزج جدي المخلد دائما جنكيز خان، مزج دمي بكراهية المسلمين، ورباني ودربني وجهزني كي أمحو وجودهم من فوق ظهر الأرض. اليوم وأنا مشغول بفتوحات تزيد من رقعة المملكة التترية وترسخ وجودها في أنحاء المعمورة، ولا كاد يمضي يوم إلا وتسيل فيه دماء غزيرة من تلك التي أوصاني جدي بسفكها حتى تهدأ روحه في الملكوت الأبدي وسط أعراش الآلهة، آلهة الحرب والنقمة والغضب. أنا هولاكو الذي تنخلع القلوب وتندك العروش لمجرد ذكر اسمه. يجيء أخي من كوخان، أخي الأكبر، ليجلس على كرسي الخاقان لأنه أكبر سنا مني. لماذا؟ لماذا؟ وهل أصبح كبر السن شرطا لكرسي الحكم؟ الويل لهم، الويل لهم هؤلاء الرعاع، الويل لأعضاء مجلس القرطلاي. أنا أحق بما منحوه لغيري، أنا أحق. سأعلو صوتي ليملأ الآفاق ولعله يصل إلى قرقرم. أنا أحق منك يا من كوخان، أنا أحق منك. هون عليك يا أمير، هون عليك، ستهدأ عاصفتك ويزول غضبك إذا قرأت رسالة أخيك. وماذا في رسالة أخي سيخفف من غلواء غضبي؟ كنت محقا يا يانغونوين، وكنت أنا مندفعا. إنه يرجوني في رسالته أن أسانده وأن أكون ظهيره. أطلب مني أن أحكم كل الأقطار التي سأفتحها، وسأغزو كل الأقطار التي لم تدن بالولاء للتتار في الشرق والغرب في البحار واليابسة، وستعلو راية التتار وإلى جوارها علامة هولاكو. نصف ما طلبت يا زين الدين. والباقي يا أرمان؟ عندما يرتفع علم سيدي الكوماندور حنا ديبيان فوق بيت المقدس
وليس هذا اتفاقنا يا زين الدين؟ أرجو أن لا يكون نحاسا مطليا. بل ذهب خالص. إذن دعني أهيئ الظروف لتنفيذ الاتفاق. لقد جئت ومعي هدايا من التي تروق سلطانكم الصالح إسماعيل وترضيه. حقا؟ وما هي؟ 10 جوار شقراوات من أجمل بنات الصقلية. 10 جوار شقراوات؟ ناهيك عن الحرائر والغطور وما لذ وطاب من الشراب، فنحن نعرف ذوق سلطانكم وما يرضي هواه، ويهمنا أن نرضي هواه. ومن أدراكم بذوق سلطاننا يا أرمان؟ يا عزيزي زين الدين، ادرس عدوك تعرف كيف تصل إليه. مقولة مشهورة في السياسة، فما بالك بصديق مثل الصالح إسماعيل؟ ألا يستحق أن نعرف ما يرضيه وما لا يرضيه؟ إني أخشى على نفسي منك يا أرمان، فأنت شيطان. وهل يخشى زعيم الشياطين من تلميذ في مدرسته؟ لا لا لا، إنك شيطان رجيم. رسول ملك عكا يا مولاي. مولاي السلطان، شرفني سيدي الكوماندور حنا دوبريان بأن آتي إلى أعتاب جنابكم حاملا الود والاحترام. شكرا للمرسل وللرسول، تفضل بالجلوس. لقد أعجب مولاي السلطان بالهدايا التي وصلت اليوم وتعطف بقبولها. مولاي السلطان له منزلة كبيرة وتقدير عظيم لدى سيدي الكوماندور حنا دوبريان ولكل أمراء الساحل، وأنا هنا أحمل رسالة إلى سيدي ومولاي السلطان. ويرجو سيدي الكوماندور حنا دوبريان أن يقرأها ليتأكد مولاي الصالح إسماعيل من أن باعثها هو الصداقة والحرص على المصلحة المشتركة والأمل في تعاون وثيق من أجل مستقبل أفضل لنا ولكم. ولقد أبلغنا جواسيسنا في الديار المصرية أن السلطان الصالح نجم الدين يعد العدة لغزو بلاد الشام وضمها إلى ملكه مصر. والله هذا لن يكون. لقد أقسم سيدي الكوماندور حنا دوبريان نفس القسم، وكأن الخواطر مشتركة والأفكار واحدة. نعم، لن يكون ذلك إذا تعاوننا سويا وتوحدت أهدافنا. ثق يا أرمان أن مولاي السلطان قد استوعب الرسالة وفهمها جيدا، وليس فينا من هو أقدر على الفهم من مولانا السلطان. من العز بن عبد السلام إلى الملك الصالح نجم الدين ابن الكامل ابن العادل الأيوبي سلطان مصر، تعلم أنه لا غاية لنا إلا نصرة الإسلام، ولا أمل لنا إلا رفعته، ولكن ما تجري به الأحداث اليوم في بلاد المسلمين جد خطير. ليدخل من طرق
بابي مفتوح. أسعد الله مساء مولانا. قطز، مرحبا بك يا ولدي. ما الذي أتى بك في هذه الساعة من الليل؟ ثقلت علي نفسي فاستأذنت سيدي في زيارتك. إذا اجلس يا قطز، ما أحوجني إلى مثلك في هذه الساعة. قل يا قطز، ما الذي أثقل عليك نفسك؟ أهي مضايقات جديدة من تمام؟ لا، ليس هذا بالضبط. صحيح أن مضايقات سيدي تمام لا تنقطع، ولكنها ليست سبب همي هذه الليلة. أما قولك عن تمام إنه سيدك، فوالله إنك لسيده خلقا وأدبا. ولكنني عبده، والرق ينزع عن الرقيق صفة السيادة، ويخضعهم لمن يملكون بضعة دنانير يشترونهم بها. لا تشغل بالك يا مولانا، هذا وضع لا دخل لك ولا لي فيه. إذن فلأعد إلى السؤال السابق، ما الذي أثقل عليك الهم زيادة على ما أنت فيه؟ كنت بالسوق اليوم وقابلت قافلة تحمل أخبارا أزعجتني. عمن تتحدث الأخبار؟ عن التتار. التتار؟ نعم، يقول بعض التجار إن أخبارا سرت سريان النار في الهشيم بأن التتار قد عبروا نهر جيحون، وأنهم قد قضوا تماما على الطائفة الإسماعيلية المسلمة هناك. وأظن يا مولانا أن القفزة التالية لهؤلاء المعتدين لن تكون بعيدة عنا. بغداد، هذا ما تقصده؟ نعم يا مولانا، بغداد ثم دمشق ثم مصر. ألا ترى معي ما أراه؟ أرى ما تراه يا ولدي، ولكني لا أستطيع له دفعا، وأرى أن خليفة المسلمين مشغول عن كل هذا، ولا يحسب لهذا اليوم حسابا، لأن حاشية السوء قد زينت له اللهو والعبث. وأرى أيضا أن سلطاننا في دمشق قد استقبل رسول ملك عكا الصليبي الذي حمل له الهدايا والجواري، لا ليثيره ضد التتار، ولكن ليثيره ضد ابن أخيه سلطان مصر. أرى فرقة وشقاقا بين بعض حكام المسلمين، وعبثا ولهوا في قصور البعض الآخر. الأعداء يتربصون بنا ويعدون العدة للانقضاض علينا من المشرق والمغرب. وماذا نفعل نحن؟ هل نكتفي بإفراز المرارة تاركين الفرصة للأعداء ليستعدوا ثم ينقضوا؟ يا مولانا، أمتنا العربية قوية، قوية إذا اتحدت. ولو كان حكامنا العرب قد آزروا السلطان جلال الدين الخوارزمي لكسر شوكة هؤلاء التتار منذ سنين. لو كان جلال الدين قد كبح شهوة التوسع في نفسه لنصره الله، أليس كذلك يا قطز؟ معك حق يا مولانا. أرى أنك تتعاطف مع جلال الدين. أنا؟ لا لا، إنه مجرد رأي. لا عليك يا قطز، على كل حال لقد أصاب جلال الدين أحيانا وأخطأ أحيانا، وحسابه عند رب العباد. خذ يا قطز، اقرأ هذه الرسالة. إني أأتمنك على سري، فأنت جدير بأن تؤتمن. مولانا العز، وهكذا ترى يا قطز أنني لا أكتفي بمجرد إفراز المرارة، بل أحاول إصلاح الأوضاع المتردية بقدر ما أستطيع. لله ضرك يا مولانا، أكثر الله من أمثالك.
ومن أمثالك يا قطز. أيها الناس، لا تلهينكم دنياكم عن آخرتكم، ولا تجعلوا عرض الدنيا يعمي أبصاركم، فالدنيا إلى زوال، ولا يبقى غير وجه الله ذي الجلال والإكرام. أيها الناس، من يفرط في دينه ملعون ملعون، لن تنفعه الأموال ولا الهدايا ولا النفائس ولا الجواري. من يقصد العز بن عبد السلام بهذا الكلام؟ يقصدك أنت يا مولاي بالطبع. يقصدني أنا؟ أنا؟ ألم يذكر الجواري والهدايا التي أرسلها إليك حاكم عكا؟ ومن أبلغه بها؟ جارية أو أحد من عبيد القصر. إذن ليقتل كل عبيد القصر أو يباعه، وليجلب غيرهم فورا. هذا أمره هين يا مولاي، ولكن ماذا عن العز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام، أرسل من يحضره لي، فوالله لألقننه درسا لن ينساه. أمرك يا مولاي. ميهوب 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 ميهوب، أين أنت يا رجل؟ ما هذه الجلبة والضوضاء يا عمار؟ عندي لك خبر يساوي 1000 دينار. يا سلام، 1000 دينار؟ ماذا حدث؟ هل اختارني السلطان وزيرا له، أم نصبني حارسا على خزائنه؟ بل الخبر يتعلق بالشيخ العز بن عبد السلام. شيخ العز؟ ماذا حدث للشيخ العز؟ أمر السلطان الصالح إسماعيل بالقبض عليه، وهو الآن ملقا في قبو قصر السلطان. ملقا؟ من أين أتيت بهذه الأخبار؟ وهل انتشر هذا الخبر بين الناس؟ ليس بعد، فقد أبلغني به الوزير بنفسه. بنفسه؟ شخصيا. شخصي؟ حبيبي حبيبي يا عمار، عشاؤك وشرابك و على حسابي. اعتقل الإمام العز، اعتقل. أخذوه من داره أمس بعد صلاة العشاء، افتقدناه في صلاة الفجر، اعتقدنا أن به وعكة، ولكننا علمنا بما كان فيما بعد. مستحيل، إن الإمام العز هو النقطة التي تضيء للناس حياتهم هنا، إنه الإلهام الذي يومض في وجدانهم، يبصرهم بما هو حق وما هو باطل. لا يا عمي، مستحيل. إن قوى البغي قوية يا قطز. لا لا يا عمي، لا لا، يجب أن نستكين، بل علينا أن نفعل شيئا. عمي أرجوك إذن لي أن أفعل شيئا، فحرية تصرفي مهما كان ليست ملك بناني. وماذا تستطيع أن تفعل يا بني؟ ما يمليه علي ضميري وواجبي. أخشى عليك من اندفاعك يا قطز. ولكنه الإمام العز يا سيدي، الإمام العز، لا يجب أن نتركه بين يدي قوى البغي ونستكين. لا، افعل ما بدا لك يا بني. قطز، إلى أين أنت ذاهب؟ لابد وأن نحمي مولانا العز. لا لا لا، لا ترمي بنفسك إلى التهلكة. خففي لهفتك يا هند، فسوف أعود إليك إن شاء الله. مولاي، ما بك؟
أعداد غفيرة من الناس يتوافدون على القصر وحوله. ناس؟ من يكونون؟ من أهل البلد، لقد سدوا كل الطرق المؤدية إلى القصر وملأوا ساحته. وأين حرس القصر؟ استدع قائد الشرطة فورا. إنها أعداد غفيرة يا مولاي. أهي قورة ضدي؟ هل سرت سموم العز بن عبد السلام في مياه نهر بردة فحركت كل هؤلاء؟ لقد أودعه الوزير زين الدين في سجن القصر منذ سويعات، وأنا لم أستجوبه بعد في تهمة التحريض التي أبلغنيها زين الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله ما هذا؟ أكبر. أذان في غير موعده؟ أشهد أن لا. ماذا يحدث تحت سمائك يا دمشق؟ إنهم يفترشون الأرض، استعدوا للصلاة. أي صلاة تعني؟ صلاة العشاء يا مولاي. ما هذا الغراء الذي أسمعه؟ لقد فاتني عدوها. أبلغني بعضهم أنهم ذهبوا إلى المسجد لصلاة العشاء، فعلموا أن العز بن عبد السلام هنا بالقصر، فجاءوا إليه ليؤمهم. قال أحدهم: إن لم يستطع أن يأتي إلينا فلنذهب نحن إليه. أكل هؤلاء قد جاءوا من أجل العز بن عبد السلام؟ أين حرس القصر ليفصل أعناقهم عن أجسادهم؟ أتقتل كل هذه الأعداد التي بلغت الآلاف؟ إنه عصيان، يحاصرون السلطان وأتركهم يا غبي. أي عصيان يا مولاي؟ لو قتلت أحدا منهم أسرت كل المسلمين، بل كل الناس. اللعنة عليك وعليهم، مرهم بالإسراف. فيظلون هكذا حتى يؤمهم الإمام. إذن أرسل في طلب الوزير زين الدين فورا فورا. ورأينا الوزير زين الدين يدخل القصر مهرولا، وبعد فترة ليست بالقصيرة خرج مولانا العز وأمنا للصلاة، ولم نتركه حتى أوصلناه إلى داره. والله إني لفخور بك يا قطز. ولكن حذاري يا قطز أن يبلغ السلطان أو أحد حاشيته أنك كنت وراء ما حدث. في سبيل الله ما فعلت يا خال. هيا يا أم تمام، فلي معك حديث. حبيبي، رقبتي تكاد تطول عنان السماء. كيف أصل إليها إذن؟ أنت بطل. أنا أحبك. من كان بالغرفة الآن؟ من كان بالغرفة الآن؟ أجب.
عمي من سرقني؟ أجب. قطز ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ أجب يا قطز، من سرقني؟ شخص لم أتبين ملامحه، ولكنني رأيته يفر من الباب الخلفي. بل تعرفه جيدا. قطز، هل سرقت عمي؟ هند، هند، اسكتي يا هند. هل جننت يا قطز؟ أبعد هذه العشرة الطويلة تمد يدك لتسرق؟ اسكت يا سهرة، اسكتي. السارق ليس قطز، السارق هو ابنك تمام، أليس كذلك يا قطز؟ سامحني يا عمي. وتكذب علي؟ حقا؟ هل رأيت تمام حقا يا قطز؟ كفى يا سهرة، كفى، كفى. ابني يسرق مالي؟ أتعرفين أين ذهب الآن؟ أنا أعرف أين هو وسأذهب إليه حتى ولو كان في بطن الحوت. معه يا قطز، لا تترك معه. يا خيبة أملك يا زهرة. وي 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 وي، المطر، كالمطر. كم هذا المبلغ؟ ها؟ عد عد يا تمام، عد أنت يا ميهود. تمام تمام. أين اللص؟ أبي، لست أبا، لست أبا لص يسرق مال أبي. يا عمي اهدأ بالله يا عمي، من أجل نفسك وصحتك. أوشيت بي يا عبد؟ لا 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 لا، أنا لم أشي بك يا سيد تمام. خلاص تمام، تمام اعمل معروف، اعمل معروف. حاج، حاج بكير، لو تشاجرت هنا لأغلقت لي الحانة. تمام، مع أبيك إلى المنزل وناقشوا هذه مسائل عائلية. هيا هيا. مالي مالي. أتعلم أن عقاب السارق قطع يده؟ اشكني إذا أردت، وسأشكوك أنا لتقديرك علي. نعم أقدر عليك، إنني لا أعطيك ما يمكنك من الصرف على لهوك وعبثك. أنا حر، لست طفلا حتى تؤنبني بهذه الطريقة. سأقطع عنك النفقة التي أعطيها لك. سأخذ ما أريد، رضيت أم لم ترضى؟ أتهددني؟ بل أرد على تهديدك. يا عمي لا داعي لتعقيد الموقف. من أذن لك بالتدخل في الحديث يا أيها العبد الحقير؟ أنا أوجه الكلام لعمي يا سيد تمام. أنت السبب في كل ما يجري الآن، تريد أن تبعدني عن هنا، لكني أعرف كيف أؤدبك. قطن، اترك يدي يا جبان. كلكم ضدي، أصبحت أنا غريبا في هذا الدار. تمام. يا ويلي يا ويلي. بل ويلك أنت يا تمام. قطز قطز. اطمئني يا هند، اطمئني، الحمد لله أن عمي لم يصب بسوء. مسكين عمي يعصره ألم على ابنه العاق، وألم على إصابتك فداء له.
ما بك يا حاج؟ جسمي كأن عليه جبلا من ملح ثقيل. رعاك الله وصانك لنا. والله إنني من أجل عمي أمشي على الشوك. خلاص عمي عمي. سيدي الوزير على وشك النوم الآن. لكني أريد أن أقابله. لننتظر حتى الصباح. لا يمكنني الانتظار، الأمر عاجل وقد أتيت من سفر بعيد. ماذا يا أرجون؟ غريب يريد مقابلتك الآن في هذه الساعة وبإصرار شديد. دعه يدخل. أمرك يا سيدي. حييت سيدي الوزير مؤيد الدين العلقمي. هل اعتنيتم بفرسي يا هذا؟ سقيه واطعم، فدار الوزير مؤيد الدين دار كرم. من أنت؟ وماذا تريد؟ أما من أكون فها أنا ذا أمامك. غريب حللت ببلدكم، فدلني أهل الخير أنك خير من يؤتى، وساحة كرمك منهل للغريب والقريب. أطاعها من تريد؟ بل الرأي والمشورة مقصدي. أكمل أكمل. لقد أجبت على شطر كلامك الثاني، فهل أجد لديك مبتغاي؟ من أي بلد أتيت يا هذا؟ أتيت من بلاد بعيدة لكنها قريبة. هو لغز أم أحجية؟ بلادي بعيدة وقد قربت منكم بأهلها، فأصبحنا نقف على حدود بلادكم. لم أفهم بعد. في قومي حذق لقراءة الطالع من خطوط راحة اليد، فألا سمحت لي بأن أقرأ طالعك؟ اسمع يا هذا، تطرق بابي في هذه الساعة وتصر على لقائي، ثم تقول لي إنك تريد أن تقرأ طالعي من راحة يدي؟ جرب ولن تخسر شيئا. ربما ستخسر أنت. لقد قصدت باب من قصدت أن أقصد بابه، وأنا أعلم أني لن أخسر. حسنا، دعنا نتسلى، فلقد كان النوم بعيدا عني الليلة بالفعل. ماذا ترى في راحة يدي؟ كف الوزير يكشف طالعه وطالع رعيته.
أراك مهموما من أجل قومك بعد. هل يبدو ذلك فعلا في خطوط راحة يدي؟ قل لي إذن ما سبب همي إن كنت تزعم الحذق والمهارة. سبب هم الوزير ما يقع لقومك من ظلم وجور. أنت في صراع يطحن ذاتك، مع أن مشكلتك سهلة الحل. من أنت؟ أنا رسول جئتك بالخير، فلا ترفض فتكون من النادمين. رسول ممن؟ أفصح. رسول ممن يستطيع أن يحل مشكلة قومك ويجعل بعد عسركم يسرا. أفصح أكثر وإلا. لا تغضب أو تهدد، فقد ينطق لسانك بما تندم عليه. من أنت بحق السماء؟ أنا رسول جئتك ومبعوث من الأمير هولاكو. هولاكو التتري؟ نعم، هولاكو التتري. ماذا أتى بك عندي؟ جئت لأراك. ولماذا أنا بالذات؟ لأننا نعتبرك رجل الساعة هنا. رجل الساعة؟ أية ساعة تقصد؟ الساعة الآتية. ماذا يا عربون؟ حسبتك تريد شيئا يا سيدي. لا لا، انصرف الآن، اذهب ونام إن كنت تريد. ألا نقدم شيئا للضيف؟ لا لا، يمكث طويلا، اذهب الآن، لا أريد أن يدخل علي أحد، مفهوم؟ أمر سيدي. والآن ماذا تريد؟ كل الخير لك ولقومك. وماذا تعرف عن قومي؟ الكثير، ونعرف ما يعانونه من عزف رجال القصر المحيطين بسلطانكم الضعيف، خصوصا رجال الدودار قائد الجند ورجال الأمير أحمد ابن الخليفة. تعرفون كل ذلك؟ اعرف عدوك قبل أن تلقاه، حكمة علمها لنا زعيمنا المخلد الدائما جنكيز خان. إذن فأنت تدرك أننا أعداؤكم؟ ويمكن أن تكونوا أصدقائنا. أصدقاؤكم؟ اسمع يا مؤيد الدين، سأختصر لك الطريق. أنا مكلف من الأمير هولاكو أن أحمل إلى هنا رسالتين. الأولى لك وهي غير مكتوبة، كلماتها محفورة في عقلي وعلى جدار لساني، والثانية مكتوبة موجهة من الأمير هولاكو المعظم إلى الخليفة المستعصم. أستقابله إذن؟ ولن يعلم بأمر مقابلتي هذه لك، فستظل سرا لن يعلمه أحد في بغداد كلها. تعلم ونعلم أن خليفتكم رجل ضعيف، قد تسربت من بين يديه أمور الخلافة وصارت في يد الندماء والمداهنين والمستغلين وطلاب السلطة والسطوة. لذلك قرر الأمير هولاكو المعظم أن يغزو بلدكم ويقوض أركان الخلافة فيها ويستولي عليها. مستحيل. المستحيل ألا يحدث ذلك، وسيحدث سواء رضيتم أم لم ترضوا. أتظنون أننا لقبة سائغة ستبتلعونها بسهولة؟ إن معدة التتار يا ابن العلقمي هضمت أمما كثيرة، وسنبتلعكم
ونتلذذ بمضغ أجسامكم